ونكمل حديثنا عن قاسم سليماني، فيبدو أن إيران لسه مو قادرة تتقبل خسارتها له، وآخر طرقها للتعبير عن الألم اللي بتعيشه تمثلت في وضعها لعقوبة غريبة. يلا اسمعوا هذه. ففي قاضي إيراني اسمه الصادق أنصاري بور حكم على السارقين بأنهم يعيدوا كتابة وصية سليماني 100 مرة وحفظ محتويات الوصية لا ويسمعوها عند الجهات القضائية. الأعجب كمان والأغرب أنه هذه العقوبة اتطبقت علشان المتهمين سرقوا كابلات كهربائية عمومية، وبعد تحقيق السلطات القضائية قررت المحكمة إدانتهم بدفع مبلغ 40 مليون ريال إيراني لصالح الحكومة أو صندوق الحكومة، وفوق هذا إعادة كتابتهما لوصية قاسم سليماني 100 مرة. وبالمناسبة كمان هذه العقوبة جات ضمن الذكرى السنوية لرحيل قاسم سليماني.